شنو رأيكم اليوم نشوف الانفينيتي شقد تستاهل؟ هذا المحل يعطيك أفرات على السيارة، أحيانا تعجبك وأحيانا هواية ما تعجبك. هاي هسه سوت لي قهوة خاصة لمريل اللي قبل سنتين أو 3 سنوات اشتروا من عندي أو ساعدتني بشراء الانفينيتي الحمراء الكيو 60 ريد سبورت. فالمكان كلش كبير، عندكم كلش هواية أوفيسات، المريل كلش حبابة، صار لها 10 سنوات تشتغل هنا، كلش كلش حبابة. التكساسين يا أخي أموت عليهم. فبينما ينطوني السعر التعبان مع السيارة، مع أنه للعلم السيارة قبل فترة، أحب أقول لكم قبل ما نعرف السعر، كانت راح تنباع ب$27,000. فأنا عاجبني بالأخص أشوف الكورفيتات. شوفوا هذه السيارات اللي أنتوا تموتون عليها، بس أنا عشقي الوحيد والأساسي وأكثر شيء اللي هو الكورفيت C8. شوفوا هو أكثر سيارات أنتوا تشوفون هذه الديلارية يجيبون منها مثلا الدوج، معناتها هاي أكثر سيارات مرغوبة من السيارات الرياضية. وده تشوفون ماستنج كلش هواية، تشالنجرات ما أدري شنو، هاي معناها هاي السيارة مرغوبة وتنباع بسهولة، لذلك جايبين منها عدد كبير. ماستنج جي تي ماشي 50,000، سعرها $38,000. وايضا شكو ديلر تشوف عنده رانجلرات مشمرات هوايه، ليش؟ لانه مرغوبه كلش هوايه بكل الولايات. وللعلم ترى اسعارهم مو رخيصه، مثلا هذه سعرها $49,000 يعني، وانت تعرف. ويا اصدقائي عندكم من السيارات الكهربائيه اللي انصحكم بها واللي تحقق مبيعات حلوه واجت الامريكا متاخر ما اعرف ليش، اللي هي الفوكس واجن اي دي 4. هاي كلش سياره رهيبه، ما اعرف اذا هي الاي دي 4 بس على اكثر هي الاي دي 4 هاي. ويب مثل ما قلت لكم الاي دي 4 تخبل هاي السياره بالليل الصبح، الطاقه الكهرب كل تفاصيلها تخبل. للاسف اخوان عمر زكي السعر اللي انطوني اياه شيء فظيع، يعني ماكو هيك رقم، يعني الابواب اغلى الابواب مال السياره اغلى من الرقم اللي انطوني اياه. هذه الاموره اللي كانت راح تنباع قبل كم يوم ب 27,000 انطوني بها 11,000 فقط، يعني هيك سعر ماكو بالعالم كله، الظاهر بس الانفينيتي الحمراء وقتها سبحان الله كانت قسمتها هنا. وتتذكرون الكورفت مره طوني 24,000 ما ادري شيء، يعني فتشيك كان كلش سيء، وبعدين بعتها ب 40,000. الكورفت بعتها ب 40,000 وهم انطوني 27,000 او هيك شيء، يعني كان شيء قليل. ولكن مجددا اخوان عمر زكي انا اجي هنا اتونس واسولف ويا المره واشوف سيارات واصور لكم واشرب قهوه، انا اعرف راح يعطوني سعر كلش سيء كلش. فقط بالمناسبه انه هاي السياره انا اعشقها وكلش احبها وما مهتم ابد لبيعتها، بس دا اشوف ايش قد تجيب واغير جو وياكم. هاي السياره كلش استمتع بها، دائما تصنع لي سعاده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل الصفات الحلوه اللي ادورها بسياره موجوده بهاي السياره تقريبا. بس الانسان يعني يمل من السياره، يريد دائما يجدد، بس هاي لا تخافون يعني انا ما يهمني بيعتها، لما تجي بيعتها تجي اهلا وسهلا. هاي السياره طبعا عندها غلاء خاصه، شرطي زين ان شاء الله ما شافني دا اصور، الله يستر لا يروح يلحقني، هاي المنطقه كلش بيها شرطه هواي، الله يسترنا. عندكم الحب تحب تشيبوتلي، فرايحين الى تشيبوتلي. هاي وصلنا. طبعا تشيبوتلي هو من اقوى او اقوى مطعم مكسيكي طبعا، فهذا البزنس جدا ناجح بشكل خيالي بامريكا، عندهم فروع حول العالم ويطلعون ملايين والى اخره. فكرته بسيطه جدا حتى امريكا كلها بيسك، ناس عمليه، لان كل شيء عندنا عملي بامريكا، لان هنا ما يهتمون للمظاهر والشكليات واطول برج واقصر ما ادري ايش والى اخره. فباختصار الفكره مالته مثل السبوي، واختاروا لوكيشن نظيف، مثلا هذا اللوكيشن كلش تعبان صراحه، فانت تختار المكونات وتخلطها ويا. اليوم الامورات طالعات سويه، يتونسون سويه. ويا لهوي على البوفيه المفتوح اللي هو اكثر شيء انا اجي هنا على مود الاكل البحري، الشريمب وهاي السوالف، فتشي لوز لوز. واما الان فهو وقت التحليه واجانا الضيف سليمان. واما اليوم اصدقائي فعدنا تصوير عيد ميلاد من الصباحيات، قعدنا يعني من قبل ساعه احنا لازم نجيب، ولكن عيد ميلاد كلش مرتب وصارفين عليه، يعني فتشي فول ترتيب. فهنا هي صاله كلش عملاقه مقسميها الى اجزاء، وطبعا الفكره كلش ذكيه ودائما محجوزه هذه الصالات، يعني دائما اكو مناسبات هنا. هذا البزنس يعني مو فقط اسطوري انما كلش رهيب، بس يحتاج لك يعني مبلغ كبير حتى تبدي بيه. اللي يريد ايس كريم من الاطفال هذا قسم خاص لهم، جايبينا كمصورين مدخلين هاي بالصاله، يعني تخيل هاي الحب ما تقدر تشتغل الا ويا قهوه، فرحنا جبنا لها القهوه الزينه. هسه يلا راح تبدي من صدق تشتغل وتتنشط. فكل الحفله على مود هاي الفصعونه على قولتهم. شوفوا لي هاي السوالف المزخرفه الحلوه للمعازيم، وهنا العاب للاطفال، وهنا اكو فيس بينتر هم انا متخصصه، هنا عندها كل هاي السوالف الميك اب.
هاي اهل الايس كريم وصلوا هنا هسه يسوون للاطفال دبابيب، يعني ايش قد حلو انه انت تجي هنا عيد ميلاد حفله ويسوي لك بير دب خاص لك. يا ترى كم شخص مثلي ما عاش هيك طفوله؟ يعني هواي من عندنا ما عاشوا هيك طفوله. شوفوا حتى الدب يطق جنطه له وانت يعني شيء كلش حلو. اتمنى بطفولتي عشت هيك ايام. هذه هي الكيكات مال اطفال، هي طبعا عيد ميلاد الطفلين مو طفل واحد. هاي لما البنيه ما تصدق انه اشترت سياره، شوفوا هيك تسوي بيها، اما من الداخل ما اريد احكي لكم، مبين حتى من ورا. بينما الحب تصور احنا نمنتج هذا العرس. ما اجمل تكسوسه وكثره مساجدها العملاقه، هنا تحافظ على الدين مالتك، الشيء الروحاني، علاقتك بالخالق مهما كان دينك. فمهما كان دينك بتكسوسه عندك الاماكن مال العباده. الحلو بالحفله انه ماكو احد او ماكو ازدحامات وعالم كلش هوايه وعركات، يعني هيك هادئه جميله. عندنا بالعائله بنوتك كلش نحبها اسمها سدوره، فسوينا لها هاي هديه، اكل سبايسي صحي. كلش احب بهاي الحفلات او القعدات اللي هو الشاي كرك، عندي رقم واحد. واخر شيء قلت لهم هاي كلش عجبتني، اذا ممكن تطوني واحده وانطوني واحده، هاي كلش عجبتني. يلا سدوره استني استني، شوفوا لون عيونها ما شاء الله، فرجينا عيونك. واو ازرق عيونها تخبل ما شاء الله. يلا تعي تعي خلي نفاجئ. يلا هلا طلعي. ايه دبدوب خاص لسيدرا ترى حلوه. هاي ملاك البيت مالتنا نموت عليها سدوره، هذه العشق يعني اكثر وحده نحبها بالعائله كلها. هذا هو. واو حلوه حلوه. وهاي قسيمه ترجيع وضمان مدى الحياه وهديه 10000 دولار للفائزه سيدرا. لك هاي شهاده ولاده للبيت للدبدوب. وفي جوا كمان، وين ما بعرف وين في، شوفي افتحي تسوي هيك، افتحي انت. اي لاف يو اي لاف يو. او ماي جاد حلوه. الف مبروك. الو عم تقول الو. فكرت التليفون، عملها تليفون جوا. صور صور. اليوم عائلتي السورية قلت أخليهم يجربون الأكل العراقي من أفضل مطعم عراقي جديد بالمنطقة. أما الآن حاليا دنفاجأ أختها العيد ميلاد مالتها اليوم، فيا وأعتقد ها هي هسه كل شيء جاهز إن شاء الله. صارت 20. شوفوا لي هذه اشتريتها اليوم لأن أنا أحب الحيوانات، بس للأسف ما كان أكو ببغاء أخضر لزقة. النسر ماتي السيد ميزو دا يأكل دجاج من هذا الدجاج اليمني الزين. لك عاش عاش الصقر ماتي. للعلم شخصيته هو مثل شخصية الصقر ميزو، شخصيته مو يعني ببغاء عادي، ترى شخصيته مميزة يعني، والله هو شخص مميز، عذرا ببغاء مميز. يا سلامي سلامه على الأكل الصحي اللي دنغذي بيه البيبي اللي جوه البيبي هذه. شوفوا الماما اليوم تصوير للماما هبة. وسوري على الخربيط بس نحن مستعجلين كثير. مع العلم انه الحب حاليا انت بالشهر السادس صح؟ دخلتي بالسادس؟ اخر الخامس حاليا، ولحد الان احنا ما نعرف شنو جنس البيبي، تخيلوا انتم متخيلين؟ السفر. لانه سافرنا وتاخر وتاجل موعد وتخربط وكنا يعني شرح طويل. مع انه على فكره كان فيني اعرف من الشهر الثاني شو جنس البيبي. المهم الحمد لله البيبي بخير، وها هي انت ماما ان شاء الله، وقرب الموعد كل كم يوم دا يقرب الموعد انه يجي، هذا اهم شيء عندي. زموز حيصير عندك اخوي يسوي لك، يحط اصبعه يمك ما ادري اخت الله اعلم، يجوز انت اصلا بنيه، يجوز تصيرون خوات، أنا ما أعرف لحد الآن هو أصلاً ذكر أو أنثى. هاي الحب قريباً راح تصير هيك باندايايا هي والبيبي. أيام راح نصور وياها اليوم. فما أعرف بس هذا يعتبر شيء غريب إنه الحب صار لها 6 أشهر تقريباً حامل وإحنا ما مصورين أي شيء. هاي هسا يلا بدينا نصور أو نطلع أو دنحكي لكم ودنشارككم قصة الحمل أو تجربة الحمل أو هذا البيبي لما راح يكبر. بدي يشوف أمه وأبوه مجهزين حالهم ورايحين الأفضل فنادق تكسوسة على مود نصور. وهاي تكسوسة في إعمار مستمر، هاي منطقة غريب فاين، هذا البيت يجوز ينباع فد أقل شي نص مليون، يا نص مليون يمكن 700,000. البيوت بتكسوسة يعني المناطق الراقية كأنما خلصت وصار عليها عركات وكلش أسعارها تعلق وعلقت، وهذا الحكي من زمان ومستمر هذا الشيء. يعني لحد عبالة البيوت راح ترخص أصلاً، حتصير كاليفورنيا هاي تكساس. Oh my God الأسعار نار. هاي تكسوسة سبحان الله كل شيء الناس يحكون عليه وينتقدوه يكون العكس في أكثر الأحيان، وأكثر دول وشركات نحكي عليها هم أفضل شيء يكونون تكساس، يقولون صحراء وحارة نار. بابا الحر هالثاني هاي أحر وقت وأحر أيام، مو مثل الإمارات، بالإمارات رد تموت، عيوني صار وحمر، راسي راد ينفجر. هنا أنا مجرد تعرق وأكو هواء والجو يخبل، وشوفوا الخضار، هاي تكساس الصحراء أصلا كلها غابات وغيوم. ومجددا هذا كله بعز أم الصيف، أحر شيء بتكساس ودا
أشوف حشرات وطيور وحيوانات غريبة وجميلة. هاي الصحراء اللي يقولون عليها أسلحة وتخوف وخطرة، هي أرقى وأجمل وأكثر ولاية الناس بها فريندلي وحبابين. هذا الفندق فقط الباركينات مات اللي حاليا بيها، هذا الجزء فقط 5 طوابق يجوز إذا مو 10، وأكو بعد مو بس هذا. يعني الليلة بي حاليا سعرها $300، يعتبر سعر مناسب وكله يجوله أغنياء. هذا الفندق طبعا اللي هسه راح أرويكم إياه يخبل من الداخل، عملاق جدا، كأنما مولات مجتمع. هاي هنا حتى إذا تريد هرتز تأجر سيارة مثلا وعندك مصاعد حاخذكم جولة. وبصت فسبحان الله هذا المكان العملاق مسوين بازار للمسلمين، إيش قد حلو. فمجددا أنت تخيل إنه هذا كله أنت داخل فندق عملاق جدا، هذا فقط مكان الكونفنشن. ومجددا ايش قد حلو، شوفوا بتكسوس عدد المسلمين او العرب، انا ما كنت اعرف يعني بالصدفه جيت وشفت كل هذه الاعداد او شفت هذا الكونفنشن. فهذا مثال بسيط يرويك شلون بتكسوس احنا اعدادنا كبيره وماكو ذره عنصريه وكلنا مرتاحين هنا واصور براحتي وكل شيء براحتي. ولكن الظاهر هذا الكونفنشن او اكثر الناس اللي هنا هم من اخوتنا الهنود والباكستان. فخلينا نكمل الجوله. فصدفه كلش حلوه انه احنا جايين نصور بهذا الوقت، ولكن هاي الشغلات هناك عجبتني. فمثل ما انتم شايفين ماكو شيء ينقصنا بامريكا، كل شيء جايبين الامريكا. هذه كلش عجبتني فحبيت اصور لكم اياها، انا احب هيك شيء زخارف اسلاميه. وهاي اخر لقطه سريعه، ما اعرف اذا اخر لقطه للمكان، حلو يعني بيه هواي عالم. تخيلوا انه عندك فيدكس اوفيس جوا هنا، وعندك هذا الممر المليان محلات، وهسه الجوله طويله، وعندكم كذلك محلات ماركات، عندك نافورات بكل مكان. شوفوا هنا همينا محل، ومجددا للمره المليار تخيلوا هذا كله فندق. فايش قد حلو لما انت تتمشى بهيك اماكن تفتح النفس. وللعلم التصوير خيالي هنا، مثلا هذا الدرج بوحده خيالي. هنا عندكم همينا محل اخر مال ازياء، بس ما اعرف منو يشتري من هيك اماكن. واما هنا محل خاص مال تلوين ومال تونس بيه اطفالك. يعني المكان طبعا كلش عملاق وكلش حلو، وهذا كله مكان مغلق. لك ان تتخيل مجددا هذا فندق يخليك تحس انه انت ما اعرف وين، بغابه والجو كلش حلو ومنعش، واكو مطاعم مطلع على هذا المكان، وهنا انا هاي الغرف مال النزلاء. المهم انا ما اريد ادوخكم واصور لكم كل شيء، لان المول ما ادري الفندق ما ادري ما اعرف شو يسموه كلش عملاق ما يخلص. اوكي هاي احد المطاعم، شوفوا لي ايش قد عملاق. بالمناسبه احنا ناخذ هوايه من الزباين مالتنا لهذا المكان هنا، لان التصوير يكون كلش جميل. يعني هنا مسوي لك سكه قطار حقيقيه وقطار عملاق يتحرك، وشوفوا المنظر من هنا ونافوره عملاقه هناك، شيء ولا اروع. وبعد اكو اماكن، وشوفوا وهناك الحب حاليا هسه راح نصورها. ومو بس هاي، انما يحطوا لك كذلك اشجار غريبه او من دول مختلفه، فانت تتونس كذلك بالاشجار. فهاي هنا السوالف اللي راح نصور وياها. الحب تعشق هذا الورد، وهاي صور الايكو رجعنا لها طبعا، كنا بالطريق للفندق ورجعنا كله على مده وراجبنا الورد وانا همينه جايب ملابس احتياط للتبديل. اما بالنسبه للصور الصراحه فما اريد اقول عليها صور تعبانه، بس يعني التصوير كان سيء وايكو كلش سيء والشرح كلش طويل. فهاي الحب حاليا دا تعلم اختها، لان اختها اليوم هي مصورتنا. واكو مئات السبيكرز حول الفندق كله، فاتحي لك موسيقى تكساسيه مال ايام زمان. وهاي من هنا الدخوليه الرئيسيه مال الفندق، لان هذا الفندق بدخوليات كلش هوايه. وهذا هنا وهذاك هو فوق القطار اللي حكيت لكم عليه، وهاي المدينه مال القطار. فيا جمال ولايتنا الحبيبه تكساس، اللي هو اذا شايفين لي فوق اللون ستار اللي هو الستار الوحيده المشهوره بتكساس. فمجددا انتم كانما بنفس الوقت بايطاليا، ولذلك التصوير هنا يطلع كلش حلو. يعني مثلا شلون هذا الشخص واقف هناك، تخيل انت هناك ودا اصورك. نسوي لكم يعني شلون فوتو شوت هنا، شيء اسطوري. اكو مصاعد بكل مكان. صور طلعت شيء اسطوري، تابعونا على الانستغرام هنا انا راح تشوفون الصور بالدقه الاصليه الرهيبه. هذا هديه من وين؟ هديه من بيبي من مصر جابوه صح. فهاي الحب واختها بعدهم دا يكملون تصوير. فيا سلام على اماكن التصوير هذه، شوفوا يعني انت تجيب الكاستمر هنا غير يطلع ميت فرح.
وهنا أنا همين حاطي لك قطار عملاق حلو، وهنا أنا لب المربى علم تكسوسة والنافورة رقم مليون. فمجددا كل هذه العملقة موجودة داخل فندق. فشوفوا لي الأناقة، تحس روحك بإيطاليا بفينيس مدروين، هاي المناطق البطيخية اللي بعدني ما زايرها. وشوفوا لي هذا المكان كله شبابيك عملاقة. فهذا هو المطعم، همينا بي ستايلات، وهنا السمكات عملاقة. شوفوا لي هاي البرتقالية مال أسويها مسقوف. فهذا قدامكم أحد المطاعم هنا، شوفوا إيش قد عملاق. وهنا أيضا أكو بار اللي يحبون هاي السوالف، ومطلع على المكان اللي كنا بيجوه. وأيضا عندك سوبر ماركت، أو تحس روحك أنت كأنما بغاز ستيشن، ولكن عندك ستاربكس كذلك. ومو بس السوبر ماركت اللي شفتون، وأكو كذلك هذا، بس منو يشتري ما أعرف صراحة. فالرقاء فلفليشن، مصاعد بكل مكان، حمامات أجلكم الله كلش مرتبة، كل شيء بيرفكت. وأخاف ما عجبك فعندك محل خاص مثل تويز آر أس همينة كامل للألعاب الأطفال. وأعتقد هذا مجسم عن الفندق فقط، فما بالكم عن المنطقة. طبعا هو واحد من أثرياء العالم مشتري منطقة عملاقة، وأكو بحيرات وأكو هاي. هذا المجسم فقط مال الفندق اللي هو كلش عملاق، أكبر من اللي تشوفوه. وأكو غرف اجتماعات وأكو سوالف يحتاج لفرة طويلة. أنا هنا عجبتني أكثر شيء هذه الثريا، مبينة فشي مرتب. فشوفوا لي الاهتمام بالديزاين مال المكان، شوفوا لي رقاء السيارات الموجودة. فهاي تكساس الصحراء بالنسبة لبعض العالم، بأحر الأيام وأنا أطلع وأتمشى وأركض والجو بالنسبة لي كلش عادي. هسه هنا مثلا شوفوا عندكم أربع مصاعد، خلينا نصعد ونستكشف. فشوفوا حتى المطارات يمكن ما بيها القد مصاعد، عذرا أدرجة كهربائية مو مصاعد. وهذا هنا الطابق الثالث، واو. يا سلام. وبالمناسبة عادة الهنود بكل أمريكا موجودين. الفندق حسسني بأيام الكروز، أتصور هاي الكروز يعني سبحان الله. وشفت الكروز وتوني كنت أحكي بالكروز. وأجلكم الله هذا هيكي واحد من الحمامات، كل شوية أقول حبطل أصور وأرجع أصور، هذا فقط هيكي واحد من الحمامات قسم الرجال فقط. وأخيرا لقيت مجسم شوية يرويكم حجم المكان، هاي شوية طبعا ما أدري أو يجوز هذا قسم ثاني من هذا المكان العملاق. يا ترى أخوان عمر زكي شنو نوع هذه الشجرة؟ اكتبوا لي بالتعليقات. هنا المطار طبعا قريب كذلك، شوفوا لي جمال السماء. واو شوفوا لي هذا الزنبور، الله يستر. واو هذا اذا يعض واحد شي يسوي له، والله خوفني. راح يتعاركون، شوفوا شوفوا العركة الزينة. يبو طلع، شوفوا لي جمال الغيوم هنا والمناطق، ويا لهوي. واما الان فمطعم مرتب اسطنبولي، خلينا نشوف المقبلات التي يستاهل وصلت. يستاهل. وهذا الطبق الرئيسي مال دونر وسوالف يعني مال تركيا تعرفون. فشوفوا لي تكسوسة الصحراء، انا حاب ارويكم هذه الصحراء باشد ايام الحراره ايش قد انه صحراء صراحه. مو بس للاسف انما كلش للاسف. $80 والاكل يعني شبه مينكل. حتى قالت لنا تاخذون تيك اواي، قلت لها لا شكرا، يعني انا عمري كله الا اخذ تيك اواي، هالمره ما اخذت حتى تيك اواي لانه الاكل للاسف مينكل $80. لكم ان تتخيلوا هاي امريكا. للعلم اكو مطاعم تركيه ثانيه ارقم، جربها. وهمنا مو مثل تركيا بس يعني احسن من هذا بألف مره. خليني اسويكم السيد ميزو ايش راح يسوي. تعال شوفوا شلون راح ينفش نفشه. شوفوا النفشه اللي راح تصير بي، راح يجن. سبحان الله. صدق سبحان الله. شوفوا ليش هيك؟ طيب شو سبب هالشيء؟ ما اعرف شنو سبب هذا الشيء. اشعر بدنه يمكن مثل قشعريره، صح؟ ما اعرف، كانما قشعريره يمكن. هاي عبد الببغاء يصير قشعريره. اوه بس شوي شوي. يجوز ما تصدقون، ولكن شوفوا هذا شقد امترب او وسخ هالقد ما صار لي فتره كلش طويله ملاعب بلاي ستيشن. اخيرا راح العب بلاي ستيشن اليوم، ما اعرف ليش قاعد اضحك على روحي لان اثنيناتهم لما هسه اريد العب خلصانين شحن اثنيناتهم، يعني خلاص ما اقدر، لازم اشحن واحد هسه. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.